الطريقة اللي بتشوف بيها الحياة هتحدد القوة اللي هتاخده أو هتحصل عليه من الحياة دي. تعرف مثلا إنك إذا أخدت قطعة من الحديد الصلب وعملت منها ترباس للباب هتكون قيمتها دولار، وإذا صنعت منها حدوة للحصان هتكون قيمتها حوالي 50 دولار، وإذا أخدت نفس قطعة الحديد وشلت منها الشوائب وعدلتها عشان تكون قطعة من الفولاذ النقي واستخدمتها في تصنيع أجزاء من الساعات عالية الجودة والدقة هتكون قيمتها حوالي 250,000 دولار. وبالتالي الطريقة اللي شفت بيها قطعة الحديد هي اللي صنعت الفارق، بالظبط زي الطريقة اللي بتشوف بيها نفسك ومستقبلك هي برضو اللي بتصنع الفارق والاختلاف. وتأكد ان مش الوظيفة او المهنة هي اللي هتخليك تحقق النجاح او توصل للفشل، لكن الطريقة اللي بتشوف بيها نفسك ووظيفتك او المهنة اللي بتقوم بيها في الحياة. يلا ابدأ دلوقتي واكتب كل الادوات والمكونات اللي معاك عشان تعرف موقعك الحالي وانت فين من هدفك اللي عايز تحققه. سجل على الورق الاهداف اللي عايز تحققها وقسمها على السنين والشهور والايام، وما تنساش ان الهدف لازم يكون محدد ودقيق جدا، واكيد الهدف لازم يكون كبير بس واقعي وقابل للتحقيق علشان تحافظ على وجود روح الاثاره وكمان التحدي. وزي ما قلنا قبل كده مهم جدا يكون الهدف طويل الاجل، يعني ممتد لاعوام، بحيث ما تتغلبش عليك الاحباطات اليوميه المعتاده. حدد العقبات اللي واقفه كحاجز بينك وبين تحقيق اهدافك وحط خطه محدده عشان تتغلب على العقبات دي. وتاني بفكرك انك تقسم الاهداف او تفتتها لخطوات او اهداف يوميه، وخلي ذهنك مستعد للمراجعه والتقييم علشان تعيد تنظيم الخطوات اللي هتوصلك لاهدافك ان شاء الله. وكون على قناعه تامه باهدافك وانك تستحق فعلا الوصول ليها، وزي ما بنقول دايما النجاح بيبدا من النهايه، فحاول قبل ما تبدا في اول خطوه في تخيل نفسك بعد ما قدرت فعلا انك تحقق اهدافك، واستحضر شعورك الجميل لحظه وصولك لنهايه الطريق.